السلام عليكم، هذا الكود مالته G9GD9 بجامة، خامته حلوة، خامته حلوة، بس ما أعرف القياس مالته ايش قد هذا حتى نقيس. احنا نقول لكم قياس صغير ولا طبيعي؟ هذا XL. حلو حلو حلو، مكتوب هنا على 95% بوليستر ومكتوب 5% سبندكس. هسه لبسه واشوفه. اوه حلو، هذا حلو. الكود مالته GD9، هذا GD9، بس قياسه صراحة ما عرفته، ما ادري. العفو، هنا أنا. اوه هذا XL، بما انه هذا اللاب ثاني XL فهذا يعتبر قياس حقيقي، مو قياسات صغيرة، قياس حقيقي. انا البس XL، هذا XL. بجامة حلوة، خامته حلوة ايضا، تمام، هذا جيد. الكود GD9 بألوان، هذا اللون الأسود مالته، هذا اللون الأحمر، حلو. مثل ما قلت لكم خامته مقبولة، لون زيتوني، هذا اللون زيتوني، وبعد بعدة ألوان. هذا بي علامة فرح أغطيها لأن العلامة ممنوع تطلع باليوتيوب. أوكي، هاي ألوان مكررة. هذا GD9، خلاص انتهينا من عنده.